معانا احمد، عمل لنا عمليه حول كده من شهر ونص 11/6 في تمام. المغربي في دبي. انا بشكر حضرتك على ربنا الفرصه دي. يخليك يا احمد، ربنا يخليك. انا كان عندي في ضعف في عضلات العين اليسرى، كان ده بيسبب لي مشكله دايما، ان انا دايما تركيزي استخدامي في العين اليمين والعين الشمال كانت تحولها على بتقلب. بره، صح. فده كان بيسبب لي الم في عضلات العين اليمين اللي انا بستخدمها اكتر. فجيت هنا عند دكتور اسامه، ربنا يخليه طبعا، تسلم يا عم، ربنا يخليك. كشف عليا وعملنا العمليه من شهر ونص تقريبا، والحمد لله يعني زي ما انتم شايفين هو الموضوع اختلف هتصلح تماما. كتير يعني. الحمد لله، وكمان الالم اللي كنت بحس بيه في عين اليمين يعني قد يكون مش موجود الحمد لله. ده احمد اول معانا بقى فوق، كانت عينيه بتحدف جامد قوي قوي قوي، وتحت بقى ده بعد العمليه الحمد لله عينيه مستقيمه يعني. الحمد طبعا لله. هي الحادثه دي المشكله، دايما بشرح للمريض بقول له، حتى لو احمد كان بيقدر يصلحها على فكره يعني، الحاجات الكويسه انه كان بيقدر يتغلب عليها، بس تمام. دايما اقول له ده على حساب مجهود ضخم جدا. هو ده اللي احمد بيحاول يقوله صح. يعني، بيعمل مجهود جامد جدا عشان يعرف يصلح كل الحول ده. صح، هو بيخفيه بس في مجهود، فده كان بيتعبه بقى في السواقه، يتعبه في النظر، يتعبه في كذا. بعد العمليه خلاص بقى ما عادش بتعمل المجهود ده لا دلوقتي، الحمد لله الحمد خلاص لله. ده مجهود تاني بقى، تركز في شغلك وفي حياتك بالظبط. العمليه. ان شاء الله. بلاش مجهود الحول ده. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي